Okay, the children were on a camping holiday. الحدوتة كلها أو الديسكفري ده الاكتشاف ده حصل إزاي وإمتى؟ يقول لي the children were on a camping holiday. كانوا في معسكر أو في أجازة صيفية. In the north of Spain. هناخد خط تحت جزئية north of Spain. شمال أسبانيا. يبقى الكهف اللي هم اكتشفوه ده فين حتة؟ In the north of Spain. شمال أسبانيا. They discovered the cave by accident. يعني ايه يصير by accident؟ بالحظ، بالصدفة. عشان كده عنوان الستوري عندنا اسمه زلاكي accident. يبقى they discovered the cave by accident. ما هماش رايحين مخصوص عشان يكتشفوا او يدوروا، ده بيلعبوا استومايا، لقوا نفسهم في كهف. اوكي، يبقى they discovered the cave by accident. This is amazing. هذا أمر مذهل ومدهش. Something like this. اكتشاف رهيب زي ده. Can only happen. ممكن يحصل once. مرة واحدة. In a lifetime. في العمر. اكتشاف زي ده. ممكن يحصل مرة واحدة في العمر أو في الحياة. Said one of the scientists. واحد من العلماء رأيه كده. إن الاكتشاف ده بيحصل مرة واحدة في العمر. هو visited the cave اللي قام بزيارة الكهف بعد كده، بعد ما اكتشفوه طبعا. اوكي، طيب كده الستوري خلصت. الستوري خلصت. يبقى اقدر اقول when did the children go camping؟ In summer. In summer. تمام. Who were camping؟ Who were camping؟ مين اللي كان بيخيم او في عسكر؟ اقول the children اللي هم ديفيد، روس، جو اند سارة. اوكي، هاو ديد ذي جو كامبينج؟ هاو ديد ذي جو؟ باي ذا كار. باي كار. باي كار. راحوا طبعا باي كار. وات جيم ديد ذي بلاي؟ هايد. بلايد هايد اند سيك. ذي بلايد هايد اند سيك. هايد اند سيك. وات هابند تو ديفيد؟ وات هابند تو ديفيد؟ ايه اللي حصل لديفيد؟ أقول ديفيد had an accident. ديفيد had an accident. تمام. ديفيد had an accident. ممكن أقول he dropped. عايزة تقولي he rolled. He rolled. He rolled and fell into a big hole. وقع في big hole. أوكي. اللي هي خلاصتها إن he had an accident. أصيب بحادث. عشان كده عنواننا اسمه the lucky accident. الحادثة السعيدة. الحادثة السعيدة. The lucky accident. فين السعادة في كده يا سيف؟ السعادة في كده الاكتشاف اللي وصلوا له يا حلوة. انت لسه فاكرة؟ اوكي، يبقى عشان كده اسمها The lucky accident. يعني انت لما يحصل لك حادثة وتكتشف حاجة زي دي، طيب يا ريت يحصل لنا حادثة زي دي كل يوم. تمام. يبقى اذن What happened to David? هقول he had an accident, but he was okay. ولكن كان على ما يرام أو كان كويس. دي حاجة. What did the children take with them? What did the children take with them? Biscuit and some water, or bottles of water and biscuits. And biscuits. What did the cavers send him in the bag? Or what did they put in the bag? A jumper, a bottle of water, some biscuits, and a torch. How was the hole, or how was the cave? How was the hole, or how was the cave? الكهف كان عامل ازاي؟ Dark. It was wet and dark. It was wet and dark. It was wet and dark. تمام؟ اوكي، تعالوا نشوف مع بعض الاسئله اللي عندي على الستوري. اول سؤال، وده شغال على الترمين، ليه match the objects with the children or with cavers. وصل الحاجات دي باصحابها سواء الchildren او الكيفرز. البوتس، قال لي البوتس ديت خاصه بالكيفرز. البيسكتس،
Children. قصة children هنوصلها كلنا دلوقتي بالأطفال. الروب الحبل. الحبل ده خاص بالكيفرز. التورش كشاف خاص بالكيفرز. البوتل اوف ووتر خاصة بالتشيلدرن الأطفال. هنا الهات طبعا الكيفرز. تمام، تعالوا نركز في البوست كارد ده. هو ايه البوست كارد ده؟ بيقول لي هيرز ا بوست كارد ذات روس اللي هي اخت ديفيد سنت تو ا فريند، بعتها لواحده صديقتها بتقول لها عن الرحله بتاعتهم. هاي ديانا وي ار هافينج ا نوت تايم، هو التايم بتاعهم الفسحه اللي كانوا فيها ديت جريت ولا بورينج؟ خط تحت جريت، خط تحت جريت. ذا ويذر از، الطقس هناك كان عامل ازاي؟ هوت. هوت طبعا لانهم كانوا في هوت سمر، كانوا في هوت سمر، كان صيف حر. اند وي جو تو ذا بيتش افري داي، الجو حر وبنروح الشط كل يوم. وار ستايينج ان ا، كانوا قاعدين فين؟ هنا تنت. ماي ديفيد، هو ديفيد ده يبقى لها ايه؟ براذر ديفيد، اخويا ديفيد. هاد ان اكسيدنت، اخويا حصل له حادث. هي از ايل ولا فاين ناو؟ فاين. هي از فاين ناو، هو كويس دلوقتي. وي فاوند سام، هقول له هنا بينتينجز ولا فوسيلز؟ بينتينجز. نكتبها لو حرف مش باين عندك اكتبه بينتينجز، رسومات او لوحات او صور. They are amazing. They are amazing. They are amazing. الصور ديت مذهلة، مدهشة. See you soon. أراك قريبا. Lots of love. مع خالص حبي. روس. التوقيع روس. أمال إيه ده يا سير؟ ده إجابة السؤال الأول اللي موجود فوق. وده إجابة السؤال الثاني اللي هو بتاع البوست كارد ده هو. تمام؟ يبقى أنا جاوبناهم احنا دلوقتي مع بعض وعندك الاجابات هي للمراجعه. تمام تمام يا سيد. ننزل تحت مديني هنا بيقول لي افريند از اسكينج ديفيد اباوت هيز هوليداي، صديق بيسال ديفيد عن اجازته. اوردر اند رايت ذا كويستشنز، رتب لي الجمل ده اهي، رتب لي الجمل ده اهي واكتب الاسئله. هنا ترتيب الجملة الأولى Did you stay at a hotel؟ هو أنت كنت قاعد في فندق يا ديفيد؟ ديفيد رد وقال له No We stayed at a campsite، إحنا كنا في مخيم أو معسكر. الجملة الثانية هرتبها أقول إيه؟ Who were with you؟ Who were you with؟ Who were you with؟ هو أنت كنت مع مين؟ Who were you with؟ عشان يرد ويقول I was with my cousins، أنا كنت مع أبناء عمي. طبعا أنا دي أسئلة ممكن تقابلني في الامتحان، أنت كنت مع مين يا ديفيد؟ I was with my cousins. النقطة اللي بعدها did، أقول له did إيه؟ Did you have an accident؟ Did you have an accident؟ حصل لك حادثة؟ Yes I did but I was okay. أيوة عملت حادثة ولكن أنا كنت كويس، كنت بخير. نمبر 4 was a cave wet، اللي انت كنت فيه كان wet مبلل فيه مية؟ قال له yes it was very wet and dark. عشان كده لما اسألك واقول لك how was the cave قول لي الكهف كان عامل ازاي، هتقول لي it was wet and dark. it was wet and dark. نمبر 5 what What did you see in the cave؟ انت شفت ايه جوه الكهف ده يا ابني؟ قال لي I saw paintings on the walls. paintings on the walls، شفت لوحات، شفت رسومات على الوالز. يبقى what did he see in the cave؟ paintings. و paintings of animals. paintings of animals، شاف رسومات لحيوانات اللي هم كان الدير والبافالو. Do you like caves? انت بتحب الكهف يا ابني؟ قال yes I do. I want to be a caver. انا نفسي ابقى caver when I am older، لما اكبر. ده بالنسبة
لي السؤال ده بيديني صورة بعد كده بيقول لي وير از ذس كيف ده هو كيف الكيف ده فين حتة هقول له اون ذا بيتش اون ذا بيتش هو ليفز ان ذا كيف مين اللي عايش في الكهف ده جايب لي حيوان ضخم هو اسمه الدراجون التنين وات ديد ذا بوي او از ذا بوي جوينج تو دو الولد هنا جوينج تو دو ايه هيعمل ايه البوي is going to catch the dragon. طبعا موجود عندي الاسئله برضو سواء السؤال نمبر 7 او 8 واجاباتهم هي 7 اجابته و8 باجابته تمام. اديني بعد كده مجموعه صور كان بيقول لي ريد اند ماتش طبعا مش هيجي لي في الامتحان ريد اند ماتش لان مش هيجي لي لا صور ولا توصيل ولكن هيجي لي يقول لي مين اللي عمل الحاجه دي مثلا تمام. هاجي هنا هوت بيقول لي order and write sentence write true or false دولت بقى اللي يجيب لي منهم جمل الامتحان بكل بساطة اللي هي اكمل number one David and Ruth went camping in the winter. لا غلط طبعا الكلام ده false الصح كان summer. number two Sarah discovered a great hiding place. سارة اكتشفت مكان جميل تستخبى فيه طبعا الكلام ده كان فولس هو مين اللي اكتشف المكان ده ديفيد نمبر 3 روس رولد انتو ذا كيف اتدحرجت وقعت في الكهف طبعا الكلام ده كان فولس امال مين اللي عمل كده ديفيد نمبر 4 تو كيفرز هيلب ديفيد اتنين من الكيفرز ساعدوا ديفيد طبعا ترو اللي هم ادوله الجمبر والتورش والووتر والبسكتس نمبر 5 there were amazing paintings كانت البنتجز اللي هناك amazing مذهلة in the cave في الكهف هقول له طبعا ترو ده بالنسبة ده بالنسبة لجزئية الستوري الترم التاني طبعا هنا مديني جزء تاني بيقول لي اكتب رايك عن الكيفز اللي هو كان الجزء الاول في الترم الاول واكتب رايك في اللاكي اكسيدنت مثلا لو انا قلت ماي فيفرت كاركتر ان ذا ستوري از شخصيتي المفضله هنا مين اي شخصيه اي حد هتقوله عايز تقول لي ديفيد هتقول لي ديفيد عايز تقول لي روس هتقول لي روس اي ثينك ذا ستوري از اعتقد ان الستوري ده هي انترستنج ولا اميوزنج ولا ايه بالظبط اي صفة انت حبيبها اي صفة انت حبيبها تمام I like the part when انا عجبني الجزء لما ايه ممكن اقول when he rolled into the hole لما وقع في الرول او when he discovered the cave لما هو اكتشف الكهف او when they played hide and seek اي جزء تمام اوكي كده الستوري خلصت امال ايه ده يا سير ده المفروض هنكتب هنا هوت اسئله باجابات زي اللي احنا قلناها من اول ما بدانا رايه القصه اللي هي مثلا وين ديد ذي جو كامبينج امتى راحوا المخيم او المعسكر عشان تقول لي ان سمر هو انت من اللي راح يخيم ده هتقول لي ذا فور تشيلدرن الاربع اطفال اللي هم ديفيد روس جو and Sarah what did they play عشان تقول لي they played hide and seek تمام who discovered the cave مين اللي اكتشف الكهف هقول the four children او اقدر اقول David and the children David والاطفال who helped David and the children مين اللي ساعدهم هقول له the two keepers تمام what happened to David ايه اللي حصل لديفيد هقول he rolled and went into the big cave او into the hole او اقدر اقول خلاصتها he had an accident the boys او the children او David discovered the cave by نقط حلولي تاني the children discovered the cave by نقط By accident. اكتشفوا الكهف by accident
بالصدفة بالحظ، كلمة by accident على بعضها بالصدفة. تمام. نقطة تانية، how old were the paintings؟ 20 more than 20,000 years old. Which animal did he see on the paintings؟ deer and buffalo. The deer and the buffalo. طيب لو قلنا هنا هوت، what did the cavers put in the bag؟ Okay. How did the cavers help David? How did they help David? How did the cavers help David? كيف ساعدوا David؟ Give to him a torch. هم ادوله تورش بس. بقدر أقول they threw a bag onto a rope، رموا له شنطة مربوطة بحبل with فيها a jumper bottle of water some biscuits and a torch. تمام. لو قلنا how was David in the hole، ديفيد كان عامل ازاي في الهول؟ fine. لا مش fine قوي، قلنا he was cold and hungry. الولد نفسه كان بيقول لهم انا بردان وجعان. He was cold and hungry. He was cold and hungry. انما لو قلنا how was the cave، how was the cave؟ the cave is wet and dark. تمام. تمام يا سيد. أظن الستوري في الترم الثاني سهلة. أسهل من الترم الأول. كتير. أهم حاجة بقى حافظ أسماء الشخصيات وهم عملوا إيه بالظبط. تمام. تمام يا سيد. أوكي. ناخد سؤال قبل ما. هي مش عليها أسئلة؟ ما الأسئلة هي. الأسئلة دي الناس اللي اشترت الستوري نفسها، لو دورتوا في الستوري بتاعتكم مش هتلاقوا الأسئلة دي، كل الأسئلة ديت مش موجودة معاكم في الكتاب. تمام. الأسئلة احنا كوننا أسئلة دلوقتي يا ملك زائد الأسئلة اللي قدامك دي، يعني هي دي نوعية الأسئلة اللي هتجيلك. تمام. تمام. وهعمل لكم أسئلة تانية عليها، يعني الأسئلة اللي أنا قلتها دلوقتي شفوي هعملها لكم مكتوبة برضو. تمام يا شيخ. أوكي. تمام يا شيخ. يلا يا شباب تصبحوا على خير. تصبحوا على خير يا شيخ.